كذلك عرضنا في الفو الموديل 2021 ما شاء الله تبارك الرحمن، الحجم 460 فل كامل، الممشى 311,000، تسكيرات دبل مكيف، رادار، البدي سليم، المحركات على الفحص، الكمبيوتر، ثلاجة، عدد 2 سرير، الحجم 460، طبعا بطاقة جمركية، تسكيرات جانبية، عدد 2 خزان ديزل، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الخزان الأول، هذا الخزان الثاني. هذا الداخلي، طبعا عدد 2 دروج تخزين جانبية، ثلاجة زي ما قلنا لكم، عدد 2 سرير، دروج تخزين، دبل مكيف، الموقع معرض الديحاني للشاحنات في النعيرية. هذا عرضنا لكم اليوم، ما نجيب لكم إلا الزين.